بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله بدرس العاشر اللي خاص بكورس ديزاين باترن. في هذا الدرس سنناقش Abstract Factory Design Pattern. أنا محمد إماد عرفة. في هذا الدرس رح أتعرف على ماهية Abstract Factory Design Pattern وأبرز الإرشادات حتى نعمل له Implementation، وبعد ذلك رح نعمل Implementation Real Implementation مع Abstract Factory Design Pattern، ورح أتعرف على الفرق الموجود ما بين، أو خلينا نحكي الفروقات الموجودة ما بين Factory Method والAbstract Factory Design Pattern. أوكي، الآن خلينا نروح مباشرة على تعريف Gang of Four للأبستراكت Factory Design Pattern. الأبستراكت Factory Design Pattern بحكي لك هي عبارة عن طريقة حتى أنك تعمل Encapsulate لGroup of Factories أو Group of خلينا نحكي Objects بيكون ما بينهم Common Features أو Properties بدون ما أنه نحدد الكونكريت Classes. بمعنى أو بآخر، الأبستراكت Factory Design Pattern بيزودك بإنترفيس قادر على أنها تقوم بإنشاء مجموعة من اللي هي Objects. هاي الأوبجكتس ممكن تكون تعتمد على بعضها البعض أو related مع بعضها البعض بدون ما أنك تحدد الكونكريت كلاسز. الأبستراكت فاكتوري باترن بنتمي إلى الكرياشنال باترنز، وهو واحد من أكثر ديزاين باترن استخداما عند بناء الأبليكيشن. الأبستراكت فاكتوري هو يعتبر كسوبر فاكتوري بإمكان أنه يعمل كرياشنز لأذر فاكتورز. أوكي، الآن إذا عمليا هاي الملاحظات مو واضحة، أكيد راح تكون واضحة لما نعمل Real Implementation للأبستراكت Factory Design Pattern. أوكي، الآن خلينا نروح مباشرة على السؤال بيطرح نفسه، هو وين أنا بدي أستخدم اللي هو الفاكتوري أو الأبستراكت Factory Design Pattern. بستخدم الأبستراكت Factory Design Pattern لما يكون في عندي Application بدي يقوم بإنشاء، خلينا نجي نحكي مجموعة من Objects أو Products، واحنا فعليا بنحتاج اللي هو الابستراكت فاكتوري ديزاين باترنز لما انا مثلا بدي اقوم بعمل اللي هو كرييشنز لسبست اوف فاميليز اوف اوبجكتس عند نقطه معينه. فبالتالي لو بدي اقوم بانشاء مجموعه من الاوبجكتس او مجموعه جزئيه من الاوبجكتس عند لحظه معينه، عندها بستخدم الابستراكت فاكتوري ديزاين باترن. او لما انا بدي اقوم باخفاء، خلينا نجي نحكي الامبلمنتيشنز اللي خاص بمجموعه من اللي هي البرودكتس، تمام، عن طريق اللي هو عمل decoupling للimplementations لهاي الoperations اللي خاصة بالobjects. اوكي، مرة ثانية اذا هاي الامور مو واضحة راح تكون واضحة معي عند التطبيق اللي هو العملي، تمام. لابد من اني اشير الى انه هذا الدرس راح يكون وقته طويل، وللأسف ما بقدر اقلل وقت تسجيل هذا الدرس. اوكي، الان بالبداية عندي هنا الابستراكت فاكتور على النحو التالي، بيكون في عندي هنا اللي هو client، وبيكون ايضا في عندي هنا اللي هو abstract factory وabstract product. بدي انتبه انه الكلاينت هو مجرد class، في حين انه الابستراكت فاكتوري والابستراكت product هم مجرد interfaces. فراح تلاحظ انه هنا انا عندي abstract factory interfaces حتى اني اقدر اعمل اللي هو creations للبرودكت اللي بتعامل معها، في حين انا عندي هنا اللي هو الابستراكت برودكت A ايضا هو فعليا مجرد انترفيس. لاحظ انه هنا ايضا في عندي هنا اللي هو concrete factories. هاي concrete factories هي بتعمل implementation للابستراكت factory interfaces، تمام، من اجل انها تقوم بانشاء اللي هو البرودكتس اللي انا بدي اياهم. كذلك الامر انا عندي هنا اللي هو البرودكتس interfaces، فعليا في عندي هنا اللي هو concrete products الموجودين عندي هون زي product A product A2، عمالهم بيعملوا implement للانترفيس اللي هي عبارة عن abstract product A حتى يقدر ينشئ اللي هو البرودكت اللي بده اياه. اوكي، الان مرة ثانية اذا هذا الابستراكت فاكتوري مو واضح راح نقوم بتوضيحه بشكل العملي. الان بدنا نعرف انه لو كان في عندي بزنس معين، مثلا انا في عندي شركة بتوزع مثلا computers، بالاعتماد على طبيعة هذا الموظف اذا كان عمليا طبيعة العقد له هو عمليا contract or permanent employees، وايضا كذلك ايضا بدي الاحظ اذا كان هو manager او مش manager. فبالتالي اذا كان permanent employee وmanagerial positions له، معناته هذا بامكانه يحصل على اللي هو ماك لابتوب. اذا ما كان managerial position فبالتالي ممكن انه يحصل على ماك، ولكن هذا الماك راح يكون هو فعليا ديسكتوب وليس لابتوب. الان اذا كان contract employee وmanagerial راح يحصل على ديل لابتوب، اذا كان contract ونون managerial راح يحصل على ديل ديسكتوب. فبالتالي انا في هاي الحاله بدي انتبه انه ممكن يكون permanent employee او ممكن يكون contract employee، او ممكن هذا permanent يكون managerial or non managerial. فبالتالي في عندي ماك ممكن يكون لابتوب او ديسكتوب.
نفس الفكرة هنا، ديل لابتوب أو ديل ديسكتوب. فبالتالي أنا هاي أحد الأمثلة اللي بإمكاني أستخدم عليها الأبستراكت فاكتور ديزاين باترن. اوكي، الان لاحظ انه انا هنا في عندي الكلاينت وهي هي الابستراكت فاكتوري، والابستراكت عندي هنا البرودكت اي. الان بالبدايه خلينا نمشي بمجموعه من الخطوات حتى نقوم بعمل اللي هو ريال امبلمنتيشن للابستراكت فاكتوري ديزاين باترن. ولاحظ انه هذا هو الاستراكشر اللي بالنهايه هذا الدرس راح اقوم ببنائه. الان بالبدايه انا بهتم لاني اضيف عندي هنا اللي هو الكمبيوتر ديتيلز حتى نقدر اتعامل مع البزنس الموجود عندي. فبالتالي راح اروح مباشر عندي هنا على البروجكت، وبالتحديد رح اروح على عندي هنا على الداتابيز، ورح اروح مباشرة على التيبل الموجود عندي هون، ورح اعمل open table definition، وبحيث انه رح اقوم عندي باضافة عندي هاي الفيتشرز اللي هي عبارة عن الكمبيوتر ديتيلز، رح اعمل لها copy، ومباشرة بعد هيك رح اقوم الان بانشائها. تمام، بدي انتبه الى الداتا تايب اللي رح اتعامل معاه. الداتا تايب رح يكون اللي هو عبارة عن varchar، فبالتالي راح اخلي حجمه 250. فبالتالي راح اعمل عندي هون اللي هو var car، وراح تلاحظ انه عندي هون اللي هو الحجم عباره عن 250. اوكي، زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي، وبعد هيك مباشره راح اقوم بعمل ابديت حتى اعكس هذه التعديلات على الداتابيز. راح تلاحظ انه هون عمالي بعمل ابديت، زي ما احنا فعليا شايفين راح تلاحظ انه ابديت كومبليتد سكسسفولي. بعد هيك راح اقوم باغلاقها زي ما احنا فعليا شايفين، وبعد هيك مباشره راح اروح على الموديل ضمن الفولدر اللي اسمه مودلز، دبل كليك على الامبلوي مودلز، والان راح اعمل رايت كليك، راح اعمل ابديت موديل فروم عندي داتابيز، راح اعمل ريفرش، وراح اروح مباشره على التيبل اللي انا عملت عليه التعديل. بعد هيك راح اعمل فينيش. راح تلاحظ انه يقوم الآن بإضافة عندي هنا اللي هو الكمبيوتر ديتيلز. أوكي، بعد هيك راح أعمل عندي هنا سيف حتى أحفظ عندي هنا اللي هو التعديلات زي ما احنا فعليا راح نشوف. الآن لاحظت انه عماله الآن بعمل سيف زي ما احنا فعليا شايفين. الآن أعطاني هنا اللي هو items saved، معناته هو حفظ التعديلات اللي أنا قمت بإجراءها وضاف عندي الكمبيوتر details. أوكي، الآن بعد هيك مباشرة أنا بحاجة لإني ضمن عندي الفاكتوري ميثود أقوم بإنشاء فولدر. هذا الفولدر راح يكون فعليا اسمه اللي هو abstract factory، فبالتالي خليني أضيف عندي هذا الفولدر. هذا الفولدر راح يحتوي على كل التعديلات اللي أو كل الimplementations اللي خاص بالabstract factory، فبالتالي راح أروح ضمن عندي الفولدر اللي اسمه factory، راح أعمل right click هذه new folder، وهذا الفولدر راح يكون اسمه abstract factory زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي، الان بعد هيك مباشرة ضمن عندي الابستراكت فاكتوري راح اقوم عندي هنا باضافة عندي كلاس. هذا الكلاس راح يكون اسمه enumeration، فبالتالي خلينا نقوم الان باضافته ضمن اللي هو الابستراكت فاكتوري. فبالتالي خلينا نيجي ننسخ عندي هنا اللي هو الانيوميريشنز، نعمل لها كوبي، ومباشرة ضمن الابستراكت فاكتوري راح اضيف عندي هذا الكلاس اللي اسمه فعليا enumerations.cs. لان هذا الكلاس بكل بساطة راح يحتوي على التايبس اللي بتعامل معها. فلاحظ انه انا عندي هون بدي اتعامل مع كمبيوتر تايبس، لانه انا ممكن يكون عندي لابتوب، ممكن يكون عندي ديسكتوب، وايضا راح اتعامل مع البراندز لانه انا في عندي ابل وديل، وايضا في عندي البروسيسور ممكن يكون كور اي 3 5 و 7. فبالتالي خلينا نجي الان نعمل كرييشنز لهذا اللي هي الانمز الموجوده عندي هون. فبالتالي راح اروح مباشر عندي هون، وبالبدايه راح اضيف عندي هون اللي هو الانم، وبالبدايه راح يكون في عندي هون اللي هو الكمبيوتر تايبس، وراح يكون عندي هنا اللي هو عمليا اللابتوب، وفي عندي هنا راح يكون ديسكتوب زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي، وايضا راح يكون في عندي هنا اللي هو انذر انم. هذا الانم هو راح يكون البراندز، والبراندز راح تكون اللي هي اما ابل، او ممكن يكون في عندي هنا اللي هو ديل زي ما احنا فعليا شايفين. سوري، هنا الاي، وعندي هنا راح يكون اللي هو ديل. اوكي، وايضا راح يكون في عندي هنا اللي هو انذر عندي اللي هو انم. هذا الانم هو عباره عن اللي هو البروسيسورز زي ما احنا فعليا شايفين، والبروسيسور ممكن يكون هو فعليا اي 5 او اي 3 او اي 7، فبالتالي خلينا نجي نسميهم عندي هنا اللي هو اي 3 اي 5 واي 7. اوكي، ذاتس ات.
الآن بعدك مباشرة أنا هيك بكون انتهيت من اللي هو الانيوميريشنز. الآن خلينا نروح مباشرة وأنتقل إلى النكست ستيب. النكست ستيب راح أضيف عندي هون اللي هو الانترفيسز. الآن مرة ثانية لو بدي أرجع إلى الرسم الموجود عندي هون، أنا فعليا قمت بإنشاء عندي اللي هو الأبستراكت فاكتوري، قمت بعدك بإنشاء الانيوميريشن، الآن راح أقوم بإضافة عندي اللي هو الانترفيسز اللي هي البراند والبروسيسور والسيستم تايب وجميعهم انترفيسز. فبالتالي أنا هون عمالي بحكي عن الابستراكت برودكت، فبالتالي الابستراكت برودكت هو عبارة عن انترفيس. انا فعليا راح يكون فعليا عندي 3 انترفيسز اللي هي البراند والبروسيسور والسيستم تايب، فبالتالي خلينا نجي ننشئهم على النحو التالي. اوكي، الان بالبداية فقط خليني اجي عندي هنا في الكود، اقوم بعمل رايت كليك عندي هنا واعمل عندي هنا اللي هو اد، ومن هنا راح اضيف عندي هنا اللي هو نيو ايتم، راح اضيف عندي هنا اللي هو انترفيس. الانترفيس الاولى راح اسميها اي براند، وهاي الاي براند راح يكون فعليا هي بابليك انترفيس لان راح استخدمها من اكثر من مكان، وهاي فعليا الانترفيس راح يكون بداخلها اللي هو ميثود أو declarations اسمها get عندي prompt زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي، وبعدك مباشرة راح اضيف عندي هنا اللي هو another interface، فبالتالي خليني فقط اعمل الى إلها save واغلقها. راح يكون في عندي another interface راح يكون اسمها iSystemType. اوكي، فالان خليني اروح مباشرة عندي هون واعمل الها اللي هو copy، وعندي هون رايت كليك اد نيو ايتم انترفيس، وهي الانترفيس راح يكون اسمها اي كمبيوتر او ممكن نسميها سيستم تايب. اوكي، اي سيستم، اي سيستم تايب زي ما احنا فعليا شايفين، واعمل عندي هون اللي هو اد، وايضا بدي اياها تكون عندي هون اللي هو بابليك، فبالتالي راح اجي احكي عندي هون اللي هو public، وبداخلها راح يكون declaration اللي هو string اسمه عندي هون اللي هو get system type. اوكي، تمام. الان اصبح في عندي هيك في عندي interface اللي هي خاصه في system type، راح ايضا اقوم باغلاقها، والان راح ايضا اقوم بانشاء عندي another interface. الان راح اعمل right click add new item، وراح اختار عندي هنا اللي هو interface راح يكون اسمها اللي هي i processor زي ما احنا فعليا شايفين، وبداخلها سوري فقط هي راح يكون اسمها i processor وليس i processors، فبالتالي بيكون عندي هنا ب single زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي، فبالتالي انا هنا أصبح الاسم لإلها هو عبارة عن I processor. أوكي، وأيضا بدي أنتبه إنه هي راح تكون public زي ما إحنا فعليا شايفين. أوكي، وبعد هيك مباشرة راح أقوم بإضافة عندي هنا اللي هو declaration method اسمها get processor. أوكي، تمام، فبالتالي الآن أصبحت عندي بهاي الطريقة. اوكي، الان حاجة اعمل عندي هون اللي هو سيف زي ما احنا فعليا شايفين. الان بعد هيك النكست ستيب، بعد ما انا قمت باضافة عندي هون اللي هو البراند والسيستم تايب، وايضا فقط بدي انتبه هون عندي اللي هو اسمه سيستم تايب. اوكي، وايضا قمت باضافة عندي هون البروسيسور بداخلهم جيت براند جيت سيستم تايب وجيت عندي هون اللي هو البروسيسور. الان راح اقوم عندي هون باضافة عندي اللي هو فعليا اللي هو two classes عندي اللي هو الكلاس الأول اسمه Mac. هذا الكلاس راح يعمل implement لمين؟ للبراند، لأنه أنا فعليا في عندي هنا اللي هو جهاز اللي هو فعليا اسمه Mac، فبالتالي بدي أعمل implement لهاي الانترفيس اسمها براند، وبعد ذلك راح أيضا أعمل implement للسيستم تايب، وأيضا راح أعمل implement للي هو البروسيسور زي ما احنا فعليا شايفين. فبالتالي راح يكون في عندي هنا اللي هو الكلاس الأول اللي هو عبارة عن Mac. هذا الكلاس الاول اسمه ماك، هو عمله بيعمل امبلمنت لمين؟ للبراند، حتى يعمل كونكريت لهذا اللي هو البرودكت اللي هو ماك. اوكي، فبالتالي خلينا نروح مباشره عندي هنا في الكود واضيف عندي هنا اللي هو اد كلاس. هذا الكلاس راح اسميه عندي هنا اللي هو ماك زي ما احنا فعليا شايفين ماك. اوكي، خلينا نجي نعمله كابيتال لتر Mac، وهو فعليا راح يعمل implement من الانترفيس اللي اسمها iBrand. اوكي، وبداخله طبعا احنا بنعرف ان الiBrand بداخلها method، ها
هاي الميثود اللي هي فعليا الجيت براند، تمام؟ فبالتالي انا بهمني انا ارجع البراند، البراند عندي هون اللي هو رح نيجي نحكي رح نستخدم عندي هون اللي هو البراند، تمام، اللي هو ماك. فبالتالي رح نيجي نحكي عندي هون اللي هو براند، اوكي. فاحنا هون عمالنا نحاول نقرا اللي هي الانوم الموجوده بداخل الفولدر اللي اسمه انيميوريشنز، اوكي. فبالتالي رح نيجي نحكي عندي هون اللي هو رايت كليك، وباستخدام انيميوريشنز رح يكون قادر على انه يجيبها. دوت عندي هون في عندي ابل وفي عندي ديل، انا بدي هون اللي هو عباره عن ابل لانه هون بحكي عندي البرودكت هو عباره عن ماك. فبالتالي بعد هيك رح اقوم بتحويلها الى دوت تو سترينج زي ما احنا فعليا شايفين، اوكي. وبعد هيك مباشره راح اقوم باضافه عندي انذر عندي كلاس، هاي المره راح يكون الكلاس اسمه اللي هو ديل. فبالتالي رايت كليك عندي هون اللي هو اد كلاس، وهون راح يكون اسمه ديل. وايضا راح يعمل عندي هون اللي هو امبلمنت من اللي هو الاي براند زي ما احنا فعليا شايفين. وايضا راح نعمل عندي هون اللي هو امبلمنتيشن للجيت براند، راح نستخدم عندي هون اللي هو الانيشاليزيشن اللي هو ريتين لا اللي هو الانيوميريشنز، عندي هون اللي هو الانيوميريشنز دوت، عندي هون اللي هو البراند دوت، عندي هون اللي هو ديل، وراح احولها الى تو سترينج، اوكي. وبعد هيك مباشره راح اروح وانشئ عندي هون اللي هو كلاس لا اللي هو الكور اي 7. فبالتالي راح رايت كليك عندي هون اللي هو اد كلاس، هذا الكلاس راح يكون اللي هو للاي 7 اللي راح يعمل لي امبلمنتيشن من اللي هو الاي بروسيسور، اوكي. وايضا راح نيجي نعمل الان امبلمنتيشنز ل اللي هو الانترفيس، وراح تلاحظ انه بداخله في عندي هون اللي هو الجيت بروسيسور. فبالتالي راح نيجي نحكي عندي هون اللي هو ريتين ل اللي هو البروسيسورز، عندي هون البروسيسور زي ما احنا فعليا شايفين عندي هون، ونستخدم عندي هون اللي هو الانيميريشنز، وانا هون بحكي عن كور اي 7 دوت عندي هون اللي هو تو سترينج، اوكي. وايضا راح يكون في عندي هون اللي هو انذر كلاس، ممكن نخلي كلاس بداخله، هاي الكلاس راح يكون اللي هو اي 5، راح يجي ايضا يعمل امبلمنت من الاي بروسيسور زي ما احنا فعليا شايفين، وبداخله راح نعمل امبلمنتيشنز بحيث انه هون راح يكون الجيت بروسيسور اللي خاص بالاي 5 هو فعليا اي 5.2 string، اوكي. وبعد هيك مباشره راح اقوم بانشاء another class، هذا الكلاس راح يكون هو فعليا خاص ب اللي هو اللي راح يعمل لي implement للسيستم تايب. فبالتالي راح نيجي نعمل رايت كليك عندي هون اللي هو add class، راح اسمي هذا الكلاس اللي هو laptop. فبالتالي راح يكون اسمه عندي هون اللي هو laptop، اوكي. وبداخله راح يعمل عندي هون اللي هو implement من الانترفيس اللي هو فعليا system type اللي انا قمت بانشائه، واللي هو بيحتوي داخله على method اسمها get system type. فبالتالي راح نيجي نستخدم عندي هون اللي هو راح نيجي نعمل عندي هون اللي هو return لا اللي هو تمام اللي هو computer types. فبالتالي خلينا نجي الان نقوم بكتابتها كمبيوتر اللي هو types زي ما احنا فعليا شايفين. الان راح نستخدم عندي هون اللي هو الانيوميريشن، ومن الكمبيوتر types راح نستخدم عندي هون اللي هو اللابتوب، ونحوله عندي هون الى to string. كذلك الامر عندي هون هذا بالنسبة الى اللابتوبس، بامكاننا ان نبني another class راح يكون خاص بالديسكتوب. فبالتالي راح اسمي عندي هون اللي هو desktop، راح يجي يعمل عندي هون اللي هو implement من الانترفيس اللي اسمها iSystemType، اوكي. واللي بداخلها method اسمها getSystemType، راح نعمل لها implementation، وراح يكون عندي هون اللي هو return للcomputer types كانم دوت عندي هون اللي هو desktop dot to string، اوكي، تمام. فاحنا هيك فعليا عملنا implementation. الان راح اضيف عندي هون another interface، لكن هاي الانترفيس هي تعتبر abstract factory. فلو بدي ارجع انا عندي هون راح تلاحظ انه هون الان راح اقوم باضافه abstract factory، راح اسميها computer factory، تمام، انترفيس اللي هي كمبيوتر فاكتوري، وهي تعتبر ابستراكت انترفيس، اوكي. فبالتالي خلينا نقوم الان بانشائها،
اوكي، الان احنا فريق انشانا ماك، عملنا امبلمنت للبراند، انشانا ديل، عملنا امبلمنت للبراند. انا فريق في عندي تو براندز اللي هو ماك وديل، ايضا في عندي هون كور اي 7 عمل امبلمنت للبروسيسور، كذلك الكور اي 5. بالنسبه ايضا في عندي هون اللي هو لابتوب والديسكتوب، عملوا امبلمنت لمين؟ للسيستم تايب. اوكي، الان احنا نيجي ننشئ اللي هو الانترفيس اللي اسمها كمبيوتر فاكتوري. فبالتالي هاي الكمبيوتر فاكتوري هي راح تضم فعليا البروسيسور والبراند والسيستم تايب. فبالتالي الكومبوزيت من اللي هو البروسيسور والبراند والسيستم تايب. فخلينا نيجي الان بكل بساطه نقوم بانشائها. فراح اجي اعمل عندي هنا اللي هو رايت كليك اد كلاس. هذا الكلاس راح يكون هو فعليا اي كمبيوتر فاكتوري. اي كمبيوتر فاكتوري هو فعليا سوري هو فعليا انترفيس وليس كلاس. اوكي، الان راح اقوم الان بكل بساطه بانشاء بداخله عندي هون اللي هو بروسيسور. فبالتالي راح يكون من اي بروسيسور، راح اسميه دي هون اللي هو بروسيسور. اوكي، وايضا عندي هون راح يكون في عندي اللي هو البراند. فبالتالي انا هنا في عندي اللي هو اي براند، وراح اسميها عندي هون اللي هو براند كديكلاريشن. وايضا في عندي هون اللي هو اي سيستم تايب، راح اسميه عندي هون اللي هو سيستم تايب. اوكي تمام، اصبح عندي هون اللي هو اي كمبيوتر فاكتوري موجود. الآن راح أقوم بإنشاء عندي هنا اللي هو فاكتوري خاص بمين؟ خاص بالتايب اللي أنا أنشأته اللي هو عبارة عن الماك. تمام، فأنا قبل قليل عندي هنا أنشأت اللي هو ماك، عمل إمبليمنت لمين؟ للبراند. والآن أنا قبل قليل ضفت عندي هنا اللي هو تايب جديد سميته اللي هو كمبيوتر فاكتوري، والكمبيوتر فاكتوري بيحتوي بداخله على اللي هو الثري methods اللي هم البروسيسور والبراند والسيستم تايب. فبالتالي الان راح اقوم باضافه عندي هنا اللي هو ماك فاكتوري، راح يعمل امبلمنت لمين؟ لهذا الكمبيوتر فاكتوري. فبالتالي خلينا نيجي الان نقوم باضافته. فبالتالي راح نضيف الان فاكتوري جديد. فبالتالي راح اعمل رايت كليك عندي هنا اللي هو كلاس، هذا الكلاس راح اسميه ماك فاكتوري. هذا الماك فاكتوري راح يعمل امبلمنت من الانترفيس اللي قمت باضافتها اللي هو الاي كمبيوتر فاكتوري، واللي بداخلها فعليا 3 كومبوننتس اللي هم البروسيسور والبراند والسيستم تايب. فبالتالي الان خلينا نيجي نعدل عليهم. هنا بالبراند راح يرجع لي اللي هو ماك. فبالتالي راح نيجي نحكي عندي هنا اللي هو ريتن للنيو ماك as an class او as an object. وايضا عندي هنا البروسيسور راح يرجع لي اللي هو التايب اللي خاص بالكور اي 7. فبالتالي راح نيجي نحكي عندي هنا اللي هو return new اللي هو اي 7 زي ما احنا فعليا شايفين. وايضا بالنسبه للسيستم تايب راح ارجع عندي هنا اللي هو ديسك توب. اوكي، فبالتالي راح نيجي نحكي عندي هنا اللي هو return new ديسك توب. اوكي، الآن احنا بنحكي هنا عن البراند اللي اسمه اللي هو اسمه ماك فاكتوري. الآن خلينا نجي ننشئ عندي هنا اللي هو another class. هذا الكلاس راح يكون public class. هذا الكلاس راح اسميه عندي هنا اللي هو ماك، بس بدل فاكتوري ممكن اسميه عندي هنا اللي هو ماك لابتوب فاكتوري. اوكي، لابتوب فاكتوري راح يعمل ايضا اللي هو امبلمنت من الانترفيس اللي اسمها اي كمبيوتر فاكتوري، واللي بداخلها 3 ديكليريشن ميثودز اللي هم البراند والبروسيسور والسيستم تايب. خلينا نجي نعمل لهم اللي هو امبلمنتيشن. فالان راح نيجي نحكي عندي هون اللي هو ريتيرن نيو ماك زي ما احنا فعليا شايفين. وايضا عندي هون البروسيسور راح نيجي نحكي له عندي هون اللي هو ريتيرن، عندي هون اللي هو نيو اي 7 زي ما احنا فعليا شايفين. وايضا عندي هنا راح يكون بدلا من الديسكتوب راح يكون عندي هنا اللي هو لابتوب، ريتيرن نيو لابتوب. الان بدي انتبه انه البراند والبروسيسور هم مشتركات، سواء كان في عندي هنا اللي هو ماك فاكتوري او ماك
لابتوب فاكتوري، فبالتالي بخلي الماك لاب فاكتوري تعمل انهيرتنس من مين؟ من الماك فاكتوري، فبالتالي بشيل هاي فعليا وبضيف عندي هاي اللي هي الماك فاكتوري. الان البراند والبروسيسور فعليا ما لهم اي معنى، فبالتالي راح اقوم فعليا بحذفهم، وبعدك مباشره راح اقوم الان بعمل عندي هون اللي هو فيرتشوال، فبالتالي راح نيجي نختار عندي هون اللي هو فيرتشوال على مين؟ على اللي هو السيستم تايب، فبالتالي راح اصبحت عندي هون اللي هو السيستم تايب موجوده كخلينا نحكي كجزء خاص بالماك لابتوب فاكتوري. اوكي، فقط بدي انتبه ان عندي هون السيستم تايب هاي هي المفروض تكون عندي هون اللي هو فيرتشوال سوري، وهون بدها تكون هي فعليا اوفررايد منها. اوكي ذاتس ات. اوكي الان رح نيجي نعمل سيف، رح نيجي الان نعمل بيلد للبروجكت. لاحظ انه عمليا اعطاني بيلد سكسيدد، لانه رح اقوم عندي هون باضافه اللي هو الديل فاكتوري تمام، واللي هو رح يعمل ايضا اللي هو امبلمنت للاي كمبيوتر فاكتوري. فبالتالي خلينا نيجي الان مره ثانيه نعمل هون رايت كليك عندي هون اللي هو اد نيو كلاس تمام، وهذا الكلاس رح يكون اسمه اللي هو ديل فاكتوري، وهذا الديل فاكتوري راح يعمل امبلمنت عندي هون للانترفيس اللي هي اسمها اي كمبيوتر فاكتوري، واللي بداخلها 3 ديكلاريشن ميثودز اللي هم البراندز، وعندي هون اللي هو البروسيسور وايضا السيستم تايب. اوكي الان مره ثانيه راح نيجي نحكي عندي هون اللي هو ريتيرن نيو، عندي هون اللي هو ديل زي ما احنا فعليا شايفين، وعندي هون البروسيسور راح يكون اللي هون اللي هو 5 كور اي 5 حسب البزنس، ممكن يجي نحكي عندي هون اللي هو i5، وايضا عندي هون بالنسبه للسيستم تايب اوكي ممكن يكون في عندي هون اللي هو ديسكتوب، فبالتالي راح نيجي نحكي عندي هون اللي هو return new desktop. اوكي الان بعد هيك راح اقوم باضافه عندي هون اللي هو another class public class، هذا الكلاس راح يكون اسمه فعليا ديل لابتوب فاكتوري، وهذا راح يعمل امبلمنت من الانترفيس اللي اسمها اي كمبيوتر فاكتوري، واللي بداخلها مره ثانيه اللي هو 3 اوبريشنز زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي الان عندي هون نفس الفكره، عندي هون راح نيجي نعمل اللي هو امبلمنت لمين؟ ل اللي هو البروسيسور والبراند، وهم اوريدي موجودين بالدي ال ال فاكتوري، فبالتالي خلينا نيجي نعمل منها كوبي، وفبالتالي هاي البراند والبروسيسور ما لها اي داعي، فبالتالي راح تصبح عندي هنا اللي هي system type راح نخليها virtual، وهنا راح نيجي نعمل منها اللي هو override تمام، لأنهم مشتركات اللي هم ال processor وال brand، فبالتالي ما في داعي أخلي دي ال laptop أو ديل أو الديل اللي هو فعليا laptop factory يعمل منها اللي هو inheritance تمام. أوكي حتى ممكن أسميه عندي هيك دي ديل حتى عمليا حتى تكون سهلة اللي هي القراءة. اوكي الان بعد هيك مباشرة راح نقوم فعليا باضافة عندي هون اللي هو another class، هذا الكلاس راح نسميه اللي هو employee system factory، هذا هو اللي راح يقوم بانشاء اللي هو التايب اللي من نوع اي كمبيوتر فاكتوري. اوكي فبالتالي بمعنى او باخر انا راح يكون فعليا في عندي هون اللي هو الاي كمبيوتر فاكتوري، وانا هون راح يكون في عندي كلاس اسمه employee system factory راح يعمل implement لإلها من اجل نقوم بانشاء اللي هو البرودكت. فبالتالي خلينا نيجي الان مباشره في النكست عندي هون اللي هو step راح ننشئ اللي هو employee system factory، راح يحتوي بداخله على الكرييت من اجل انها تقوم بعمل كرييشنز للفاكتوري، فبالتالي راح نيجي رايت كليك عندي هون اللي هو add class، هذا الكلاس راح اسميه employee system factory، employee system factory زي ما احنا فعليا شايفين. الان هذا بكل بساطه هو راح يكون public class، هذا راح يكون بداخله method، هاي الميثود هي فعليا راح ترجع لي اي computer factory، وبدي انتبه انه راح اسميها عندي هون اللي هو create، وهي بتتوقع فعليا اللي هو employee. اوكي راح اسمي عندي هون سوري employee، راح اسمي عندي هون اللي هو فعليا اي. اوكي الان الاي راح اقراه من الموديل،
وهذا هو التايم. الآن راح أجي أعمل عندي هنا عرف متغير راح أسميه return value. هذا المتغير هو راح يكون من نوع اللي هو I computer factory. أوكي، والinitial value له هي عبارة عن null، وبدي أقوم الآن بعمل checking بحيث إنه إذا كان هذا employee object dot عندي هنا اللي هو employee type ID لإله بيساوي واحد، معناته هذا هو عبارة عن permanent، فبالتالي الآن بدي أعمل check إذا كان هذا employee مرة ثانية dot اللي هو job descriptions لإله هو بيساوي manager، معناته إحنا هذا بدنا نعطيه Mac، والماك بده يكون هو لابتوب، فبالتالي راح ارجع انشئ عندي هون اللي هو اوبجكت جديد، بالتالي راح احكي عندي هون اللي هو ريتين فاليو بتساوي عندي هون اللي هو نيو ماك ماك لابتوب فاكتوري زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي ايلس معناته انا بدي ارجع له عندي هون اللي هو ريتين فاليو بدها تساوي عندي هون اللي هو نيو ماك ماك عندي فاكتوري زي ما احنا فعليا شايفين اللي هو فعليا ديسكتوب. اوكي الان عندي هنا اللي هو ايلس، عندي هنا اللي هو ايلس راح نيجي نحكي عندي هنا في هاي الايلس راح يكون في عندي هنا اف اذا كان هذا الامبلوي دوت عندي هنا اللي هو الامبلوي تايب اي دي بيساوي عندي هنا 2، معناته انا بعرف انه هذا هو كونتراكت، معناته راح اعطيه جهاز ديل. اوكي فبالتالي راح نيجي نحكي عندي هنا اذا كان هذا الامبلوي دوت الجوب ديسكريبشنز لإله بيساوي فعليا مانجر، معناته راح اعطيه جهاز ديل لابتوب. اوكي فبالتالي راح اجي احكي عندي هون اللي هو ريتيرن فاليو بتساوي عندي هون اللي هو نيو ديل لابتوب فاكتوري. اوكي تمام ايلس معناته بدي اخلي الريتيرن فاليو لإله بتساوي عندي هون اللي هو نيو ديل عندي هون اللي هو فاكتوري. اوكي ذاتس ات تمام زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي وبعدك ما ننسى انه بدنا نرجع اللي هو الريتين فاليو، فبالتالي راح اجي احكي عندي هون اللي هو الريتين سوري ريتين لا اللي هو الريتين فاليو. تمام الان بعدك مباشره راح اقوم باضافه عندي هون اللي هو كلاس اخر، هذا الكلاس راح يكون فعليا اسمه امبلوي سيستم مانجر، هو اللي راح يعمل لي فاير لمين للامبلوي سيستم فاكتوري، فبالتالي راح اعمل رايت كليك عندي هون واضيف عندي هذا الكلاس، هذا الكلاس راح يكون اسمه فعليا اللي هو employee system manager. هذا employee system manager راح يكون بداخله عندي هنا اللي هو متغير من نوع اللي هو i computer factory، راح اسميه عندي هنا نفس الاسم underscore i computer factory. اوكي تمام الان بكل بساطه راح يكون في عندي هنا اللي هو method تمام، لكن الآن خلينا نجي النادي اللي هو الكونستراكتر اللي هو employee system manager. هذا employee system manager بتوقع عندي هون اللي هو parameter من نوع اللي هو i computer factory، فبالتالي خلينا نجي نسميه عندي هون اللي هو i computer factory. okay that's it تمام الآن بداخله راح أقوم بعمل initializations بحيث إنه راح أعمل initializations لل i computer factory. اوكي زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي بعد هيك مباشره راح انادي عندي هنا اللي هي راح ميثود حتى تعرض لي اللي هو معلومات كامله عن هذا البرودكت، فبالتالي راح اخليها ترجع لي عندي هنا اللي هو سترينج، راح اسميها هي الميثود مثلا جيت سيستم ديتيلز. اوكي زي ما احنا فعليا شايفين، وهاي الميثود اللي اسمها جيت سيستم ديتيلز بكل بساطه راح ترجع راح تتعامل مع البراند ومع البروسيسور ومع اللي هو سيستم تايب، فبالتالي راح احكي عندي هون اللي هو اي براند، راح احكي عندي هون اللي هو براند ايكوال عندي هون راح ارجع من اللي هو الاي كمبيوتر فاكتوري تمام دوت براند، راح يرجع لي هيك اللي هو فعليا البراند، والاي بروسيسور راح يكون عندي هون بروسيسور. اوكي هذا البروسيسور راح انادي عندي هون اللي هو الاي كمبيوتر فاكتوري دوت عندي هون اللي هو البروسيسور راح يرجع لي البروسيسور. اوكي وايضا راح يكون فعليا عندي هون اللي هو اي سيستم تايب، راح يكون في عندي هون متغير راح اسميه سيستم تايب. اوكي سوري راح يكون فعليا عندي هون اللي هو سيستم تايب
هذا System Type راح أعمل عليه Access من الـ I Computer Factory dot عندي هون اللي هو System Type. يعني راح يرجع لي فعليا System Type، فبالتالي الآن مجرد عندي هون اللي هو أطبعهم، فبالتالي راح أعرف عندي هون متغير String راح أسميه عندي هون اللي هو Return Value بتساوي فعليا اللي هو String dot Format، بحيث إنه هون راح نيجي نحكي عندي اللي هون اللي هو هذا هو اول باراميتر. احنا هون عمال نستخدم البليس هولد سنتكس زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي تمام، الان هون راح ارجع له مين، راح ارجع له هون اللي هو البراند والديتا، فبالتالي خلينا نعملها على نيو لاين. فبالتالي حاجه احكي عندي هون بدي ارجع له بالبدايه اللي هو السيستم تايب. طبعا هون ممكنك انك ترجع له بالبدايه اللي هو البراند، فبالتالي ممكن تيجي تحكي براند dot to string. اوكي سوري عندي هون اللي هو البراند دوت اللي هي جيت براند. اوكي وايضا راح ارجع عندي هون اللي هو البروسيسور، فبالتالي راح احكي عندي هون اللي هو البروسيسور دوت جيت البروسيسور. اوكي وايضا راح اجي احكي عندي هون اللي هو السيستم تايب دوت عندي هون اللي هو get system type زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي الان اصبح فعليا عندي هون الامور واضحة. الان بعد هيك مباشرة راح اجي احكي عندي هون اللي هو return لمين، لهاي return value. اوكي تمام، الان بعد هيك مباشرة اصبحت عندي الامور عندي واضحة. الان انا بحاجة لاني اضيف عندي هون اللي هو بخطوة رقم 4 بدي اعمل نفس هذا الستركتشر الموجود عندي هون، فبالتالي انا هنا بالبدايه لابد من انه فعليا انشئ فولدر اللي هو ابستراكت انترفيس، ابستراكت برودكت كلاينت، وكونكريت فاكتوري، وكونكريت برودكت، حتى تكون الامور واضحه بالنسبه لك. فبالبدايه راح اروح عندي هنا على فيجوال ستوديو، وضمن عندي هنا الابستراكت فاكتوري راح اضيف عندي هنا اللي هو فولدر، هذا الفولدر راح يكون بداخله اللي هو ابستراكت برودكت. فالابستراكت عندي هون اللي هم برودكت، هم فعليا مين؟ هم فعليا الاي براند، خلينا نجي نضيفهم. هاي عندي هون اللي هو الاي براند راح اسحبه واحطه داخل الابستراكت، وعندي الاي بروسيسور، وعندي اللي هو السيستم تايب زي ما احنا فعليا شايفين. هيك احنا فعليا ضفنا اللي هو البراند والبروسيسور والسيستم عندي تايب. خلينا نجي نضيف عندي انذر فولدر راح اسميه كونكريت عندي هون اللي هو برودكت. تمام، فبالتالي right click add new folder concrete product. اوكي بالكونكريت برودكت راح يكون عندي هون اللي هو الكمبيوتر سيستم عندي تايب، فبالتالي راح اضيف عندي هون الكمبيوتر سيستم تايب. اوكي اللي هو فعليا عندي كمبيوتر سيستم تايبس. الان ممكن نخليه فقط كمان شوي، الان فقط خليني اضيف عندي هون اللي هو الديل، وايضا راح اضيف عندي هون اللي هو الماك، وايضا راح اضيف عندي هون اللي هو البروسيسور. اوكي لاحظت ان هون انا ضايف فعليا اللي هو الاي عندي هون اللي هو البروسيسور. اوكي بإمكاني هنا أسميها بدل i7 ممكن أسميها عندي هنا اللي هو processors. أوكي فبالتالي ممكن أعمل لها rename، وفعليا أضعها ضمن الconcrete product اللي هي Dell وMac وprocessors زي ما احنا فعليا شايفين. أوكي وبعد هيك مباشرة الآن أيضا بدي أنتبه أنه فعليا في عندي هنا اللي هو لابد أن يكون في عندي system type، فبالتالي يبدو أني أنا فقط نسيت أنه فعليا أعمل إلها implementation، فبالتالي خليني أجي الآن أعمل إلها implementation اللي هي الكمبيوتر system type. والكمبيوتر system type لابد أنها تكون موجودة ضمن اللي هو الكونكريت product، فبالتالي حما رايت كليك عندي هنا اللي هو add، أو فعليا خليني أضيفها على مستوى الابستراكت بعد هيك بنقلها، فبالتالي راح يكون فعليا في عندي هنا اللي هو class. تمام هذا الكلاس اللي هو فعليا لابد ان يكون اسمه اللي هو computer system type، فبالتالي خليني اضيفه. اوكي فراح يكون عندي هون اللي هو computer system type.
اوكي، زي ما احنا فعليا شايفين الان. راح تلاحظ انه هنا فعليا راح اعمل عندي هنا اللي هو اد. الان الكمبيوتر سيستم تايب راح يجي يعمل عندي هنا اللي هو امبلمنت من الانترفيس اللي اسمها فعليا سيستم اللي هو تايب. والسيستم تايب فعليا في عندها بداخلها اللي هو عندي هنا اللي هو جيت سيستم تايب زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي، فالان عندي هون بإمكان يكون عندي السيستم تايب هو فعليا إما لابتوب أو ديسكتوب، فبالتالي خلينا نجي الآن ننشئهم. خلينا بالبداية عندي هون أعمل اللي هو لابتوب وديسكتوب، فراح يكون عندي هون اللي هو لابتوب. أوكي، وراح يكون عندي هون من هو من الآي سيستم تايب زي ما احنا فعليا شايفين. الآن بعد هيك راح أنادي عندي هون اللي هو الانيشاليزيشن، فبالتالي راح أحكي عندي هون اللي هو ريتن اللي هو الكمبيوتر عندي تايب، وبالتالي فقط خليني اكتبها كاملة كمبيوتر اللي هو تايب. اوكي او تايبس، فبالتالي فقط خليني اجي الان الناديها عندي من الانيوميريشنز، وحاجة احكي له عندي هون اللي هو دوت لابتوب دوت اللي هو تو سترينج زي ما احنا فعليا شايفين. ايضا بدي اضيف عندي هون انذر كلاس، هذا الكلاس راح يكون هو فعليا بيمثل عندي هون اللي هو ديسك توب، بحيث انه راح يعمل عندي هنا ايضا مره ثانيه اللي هو امبلمنت من الاي سيستم اللي هو تايب، وطبعا بداخله راح يقوم بعمل امبلمنتيشنز اللي هي الجيت سيستم تايب، فبالتالي راح نيجي نحكي عندي هنا اللي هو ريتن اللي هو الكمبيوتر تايبس دوت ديسك توب دوت عندي هنا اللي هو تو سترينج. اوكي، الان هذا الكلاس بكل بساطه اللي هو كمبيوتر سيستم types لابد انه يتم اضافته في الكونكريت عندي هون اللي هو product. فلاحظ انه هذا هو فعليا الكمبيوتر سيستم تايب، لابد اني اضيفه عندي هنا في الكونكريت عندي هون اللي هو product زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي، الان اصبح فعليا عندي هون اللي هو الابستراكت product، في عندي هون اللي هو concrete عندي هون اللي هو product، والان راح اقوم باضافه ما يعرف بالكونكريت عندي هون اللي هو factory. فالآن راح أعمل رايت كليك عندي هون، وعندي هون اللي هو add a new folder concrete factory، وهذا concrete factory بداخله لابد أن يكون في عندي هون اللي هو الدل factory اللي أنا بدي أنشئه type، وأيضا بهمني أن يكون بداخله اللي هو الماك factory. أوكي، زي ما احنا فعليا شايفين. أوكي، الآن اوكي، اذا هذا هو الابستراكت، هذا هو فعليا الكونكريت فاكتوري زي ما احنا فعليا شايفين. الكونكريت فاكتوري بدي اقوم ايضا باضافه بداخله اللي هو عباره عن الامبلوي سيستم فاكتوري، فبالتالي لابد من ان ايضا اضيفه بداخله، وبالتالي اصبح فعليا في عندي هنا اللي هو الكونكريت product concrete factory والابستراكت عندي هون اللي هو فاكتوري. الان فقط ضل علي عندي هون اللي هو اضيف اللي هو ما يعرف ب اللي هو الكلاينت. اوكي، فبالتالي خليني اضيف عندي هون اللي هو الكلاينت والابستراكت انترفيس. فخليني هنا اعمل رايت كليك نيو فولدر ابستراكت انترفيس زي ما احنا فعليا شايفين، وهنا بالابستراكت انترفيس راح اقوم بوضع عندي هون اللي هو الاي كومبليت فاكتوري، هذا هو الابستراكت انترفيس. وايضا راح اضيف عندي هون اللي هو another folder، هذا الفولدر راح يكون هو فعليا اللي هو الكلاينت، وبداخل الكلاينت راح يكون في عندي هون اللي هو الامبلوي سيستم مانجر زي ما احنا فعليا شايفين بضمن اللي هو الكلاينت. اوكي، الان اصبح بهذا اللي هو اللوجيك. الان اصبح في عندي هون اللي هو الابستراكت انترفيس، ابستراكت برودكت، كلاينت، وعندي هون اللي هو كونكريت فاكتوري وكونكريت برودكت زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي، الان راح تلاحظ انه هون ضل عندي اللابتوب، اللابتوب هو اوريدي موجود ضمن الكونكريت برودكت اللي هو فعليا كمبيوتر سيستم تايب، فيبدو ان انا مكرر الكود، فبالتالي راح اقوم بحذف عندي هون اللي هو اللابتوب زي ما احنا فعليا شايفين. الان بعد هيك راح اعمل بيلت للابلكيشن، راح تلاحظ انه هون اعطاني بيلت ستارتد بيلت فيلد، فيبدو انه في عندي هون اللي هو مشكله. دبل كليك عندي هون، راح تلاحظ انه هنا وداني على الايرور، راح تلاحظ انه راح نستخدم عندي هون الابستراكت فاتوري ابستراكت برودكت. الان بروح مباشره على الايرور ليست وبعمل مره ثانيه بيلد للابلكيشن بيلد ستارتد، خلينا نشوف الان بيلد سكسيدد الان بدون اي مشاكل.
اوكي، الان اصبح فعليا عندي بهذا اللوجيك ابستراكت انترفيس برودكت كلاينت وكونكريت فاكتوري وكونكريت برودكت. اوكي، الان راح اروح مباشره عندي على اللي هو الامبلويز، ضمن عندي هون اللي هو الاندكس. انا اوريدي قمت باضافه عندي هون اللي هو الكمبيوتر ديتيلز على الهيدر، وايضا قمت باضافتها على مستوى اللي هو الموديل زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي، الان خلينا نروح مباشره على اللي هو الكنترولر حتى نقدر نعمل اللي هو التعديل اللي احنا بدنا اياه. فراح اروح مباشره ضمن الكنترولرز على اللي هو الامبلوي كنترولر، والان ضمن الامبلوي كنترولر راح اروح مباشره على اللي هو الكرييت. راح تلاحظ انه عندي هون الكرييت بكل بساطه راح اقوم مباشره بعمل اوبجكت جديد من اللي هو الامبلوي سيستم فاكتوري. فبالتالي راح نيجي الان نحكي عندي هون اللي هو امبلوي سيستم، عندي هون اللي هو فاكتوري. الان هذا الامبلوي سيستم فاكتوري راح استخدم عندي هون اللي هو الابستراكت فاكتوري، وراح تلاحظ انه هنا ضمن الامبلوي ابستراكت فاكتوري في بداخله في عندي هنا ميثود. الان بدي اعرف انه هون الامبلوي ابستراكت فاكتوري راح يرجع لي عندي هون اللي هو ريتيرن تايب من نوع اللي هو اي كمبيوتر فاكتوري، تمام. فبالتالي انا هنا ممكن اسميه اي ام بي فاكتوري على سبيل المثال. فبالتالي خلينا نسمي عندي هون اللي هو فاكتوري ايكوال عندي هون اللي هو employee system factory زي ما احنا فعليا شايفين دوت عندي هون اللي هو create. اوكي، فقط خليني اضيف عندي هون اللي هو renew. راح تلاحظ انه هون عندي اللي هي create، اللي create بترجع لي return type من نوع i computer factory، تمام، وهي بتتوقع عندي هون اللي هو employee object. فبالتالي راح ارسل لها عندي هون اللي هو employee object زي ما احنا فعليا شايفين. كذلك الامر راح اقوم عندي هنا باضافه اللي هو another variable اللي هو الامبلوي سيستم مانجر. فبالتالي راح نيجي نحكي عندي هنا بده يكون في عندي هنا اللي هو امبلوي سيستم مانجر عندي هون. اوكي، راح اسمي عندي هنا اللي هو مانجر ايكوال عندي هنا اللي هو النيو employee system manager. لاحظت احنا الامبلوي سيستم مانجر عماله بتوقع مني عندي هون اللي هو اللي هو اي كمبيوتر فاكتوري. فبالتالي حاطين عندي هون اللي هو اي ام بي فاكتوري زي ما احنا فعليا شايفين. فبالتالي راح اخذها كوبي مباشرة، راح اقوم الان بوضعها عندي هون اللي هو بيست زي ما احنا فعليا شايفين. فبالتالي هو بتوقع عندي اللي هو اي ام بي فاكتوري، فقمت انا فعليا بارساله بارسالها. فقط بدي انتبه انه هنا احنا عمالنا نبعث عندي هنا هي already capital letter، فبالتالي ممكن هنا اسميها اللي هي factory بشكل مباشر بدون عندي حتى ما يصير في conflict في الvariable. اوكي، وبعدك مباشرة حتى اجيب الديتيل راح نيجي نحكي عندي هنا اللي هو المانجر دوت جيت سيستم ديتيلز. اوكي، زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي، وطبعا احنا بنعرف انه راح يرجع لي عندي هون اللي هو السيستم ديتيل، راح ترجع لي ريتين تايب من نوع اللي هو سترينج. فبالتالي بامكانك انك تتعامل معها وتطبعها، فبالتالي بامكانك انك تيجي تحكي عندي هون اللي هو الامبلوي اوبجكت دوت عندي هون اللي هو الكمبيوتر ديتيلز بتساوي عندي هون اللي هو المانجر دوت جيت سيستم ديتيلز اللي راح تطبع لك اللي هو البراند والبروسيسور والسيستم تايب. اوكي، زي ما احنا فعليا شايفين. الان خلينا نروح مباشره نعمل رننج للابلكيشن ونشوف انه هل فعليا راح يشتغل كما هو توقع ولا لا. الان راح نيجي نعمل عندي هون اللي هو سيف، وخلينا نيجي نعمل كنترول و اف 5. الان كنترول و اف 5 بيلد ستارتد بيلد سكسيدد. الان راح اروح مباشره عندي هون واضيف عندي هون اللي هو العمليه الموظف جديد. فراح اضيف عندي هون اللي هو اي موظف. الان هون عمالي بعمل اكسس على الامبلويز كنترولر زي ما احنا فعليا شايفين. الان هاي هي الداتا الموجوده عندي. الان خلينا نيجي نضيف عندي هون اللي هو كرييت. فمثلا هنا بدي اضيف مثلا عمر، الجوب ديسكريبشن عندي هون مثلا مانجر، والنمبر مثلا ار مثلا 789، الديبارتمنت مثلا عندي هون اللي هو اتش ار، ونوعه هو بيرمننت. انتبه عندي هون ضاف عندي هون بما انه مانجر
تمام، طاف عندي هنا اللي هو عبارة عن أبل كور اي 7 ولابتوب. أنا لو بدي أرجع مثلا هنا أضيف أي موظف ثاني، مثلا عندي هنا لو ضفت علي مثلا هنا اتش ار وهو ليس مانجر الجوب ديسكريبشن، وهنا النمبر مثلا سي 789 وديبارتمنت مثلا هنا عندي اتش ار. تمام، وأيضا هنا عندي هو كونتراكت ممكن أخليه أو خلي حتى بيرمننت. الآن لو باجي بعمل كرييت راح تلاحظ إنه عندي هنا اللي هو ضاف لي إياه اللي هو أبل، تمام، وهنا ضاف لي إياه اللي هو عبارة عن ديسك توب، تمام، كونه اللي هو إذا راح تلاحظ إنه في كلا الحالتين هما بيرمننت، فضاف عندي هنا اللي هو أبل لما كان مانجر عندي هنا هو أعطاه لابتوب، وفي حال انه هو ما كان مانجر اعطى عندي هنا اللي هو الديسك توب. نفس الفكره لو رحت ضفت عندي هنا اللي هو موظف جديد، مثلا هنا لو ضفنا لارا على سبيل المثال، وهنا كان الجوب ديسكريبشن اللي هو خلينا نجي نحكي مانجر، وعندي هنا مثلا عندي هنا دبليو 123 والديبارتمنت هنا بامكانك مثلا تحط مثلا كيو اي على سبيل المثال، وهنا راح احط عندي كونتراكت هنا إذا هو فعليا مانجر وكونتراكت. أنا باجي بعمل كرييت راح تلاحظ إنه هنا فعليا في عندي مشكلة يبدو إنه بطبيعة الداتا اللي أنا مدخلها. الآن لو ضفت عندي هنا اللي هو بيرمننت راح تلاحظ إنه هنا ضاف عندي هنا اللي هو أبل ولابتوب زي ما احنا فعليا شايفين. أوكي، الآن راح تلاحظ إنه هو فعليا كمان من بيرمننت. أنا بدي أضيف فقط كونتراكت أي يوزر مثلا مثلا سيرا والجوب ديسكريبشنز اي جوب ديسكريبشنز والنمبر مثلا 123 ديبارتمنت مثلا اي ديبارتمنت مثلا اي تي على سبيل المثال. خلينا نجي نضيف عندي هنا اللي هو كونتراكت، راح تلاحظ انه هنا لما ضفت الكونتراكت هنا هو فعليا ليس مانجر، وهنا فعليا بما انه مش مانجر وبما انه هنا هو كونتراكت ضاف له ديل ديسكتوب. انا برجع بعدله مثلا عندي هنا وبخليه مانجر على سبيل المثال، عندي هون فبدل عندي هون جيب ديسكريبشن نيجي هون نعمله مانجر، نيجي نعمل عندي هون اللي هو ابديت، لاحظ انه عدل لي اياه. الان من المفروض انه ياخذ التعديل عندي هون ويطلع لي اياه ديل لابتوب. اوكي تمام، إذا هذا هو كل شيء بالنسبة لدرسنا لليوم. بتمنى يكون درس اليوم واضح وسهل. لكن قبل ما أنهي الدرس، إذا هذا هو فعليا الامبلوي بورتال بعد ما طبقت عليه الابستراكت فاكتوري، فبالتالي كان في عندي هنا اللي هو الكلاينت، لاحظت انه معطي الستار باللون البني، فقمت الآن بإنشاء اللي هو الامبلوي مانجر فاكتوري، وبعد هيك كان في عندي هنا اللي هو الامبلوي سيستم فاكتوري. لاحظت انه اللي باللون الأصفر عندي هون وهون 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 هم فعليا بيمثلوا كونكريت فاكتوري، تمام، في حين انا عندي هنا الابستراكت فاكتوري اللي هو الاي براند والسيستم تايب والبروسيسور باللون اللي هو الاحمر، في حين انا عندي هنا اللي هو الابستراكت انترفيس وباللون الاخضر، وفي حين انه هنا الكونكريت برودكت هم الماك والديل والسيستم تايب والبروسيسور. اوكي، اذا هذا هو كل شيء بالنسبه لدرسنا اليوم. بتمنى ان يكون درس اليوم واضح وسهل. اخيرا thanks for listening and have a great day. تذكرت قبل ما أنهي الدرس لابد أن نتذكر ما هو الفرق الموجود ما بين الأبستراكت فاكتوري والفاكتوري ميثود. في الأبستراكت فاكتوري باتن بتضيف لك فعليا اللي هو layers of abstraction على الفاكتوري على بتضيف لك اللي هو layers of abstractions بالنسبة للفاكتوري ميثود باتن، في حين أنه راح تلاحظ أنه هنا عندي الأبستراكت فاكتوري باتن implementation بإمكانه أن يكون على أكثر من فاكتوري ميثودز، فبالتالي الأشمل هو الأبستراكت فاكتوري ديزاين باتن. أيضا بالنسبة إلى اللي هو البرودكتس، similar products of factory implementations are grouped in abstract factory، في حين انه عندي هنا الابستراكت فاكتوري هي بتستخدم الاوبجكت كومبوزيشن تو ديكابل ابلكيشنز فروم سبيسيفيك امبلمنتيشن، في حين انه بالفاكتوري ميثود بتستخدم هنا اللي هو الانهيرتنس حتى انها تعمل ديكابلينج للابلكيشنز فروم سبيسيفيك امبلمنتيشن. اوكي، اذا هذا هو كل شيء بالنسبه لدرسنا اليوم. بتمنى يكون درس اليوم واضح وسهل. اخيرا thanks for listening and have a great day.